المنتوجات اللي عندنا ديال لي زويل ليسونسييل واللي دهوله وصرغينا اللي هي معروفه في المنطقه ديال مكناس. حنا جيت سعداء بهذا المعرض هذا اللي حنا حضرنا له. تنشكروا جلاله الملك نصره الله وكنشكروا الناس ديال الفلاحه كاملين. تنشكركم حتى نتوما كاعلاميين، شكرا لكم بزاف. تعاونيه دار الخير تقطير وتجفيف النباتات الطبيه والعطريه بولا يدريس الزرهون. تعاوني كتقرا في كليه العلوم الرئاسه على النباتات الطبيه والعطريه. من هذا المنبر كنشكر من اجلك للحاضنه البلجيكيه وعلى راسهم سي عثمان حجام ومدام عائشه البقالي اللي كنشكرهم بزاف اللي كانوا مساندين حتى وقفه التعاونيه على رجليها. جينا نمثلوا نتيجه جايبين منتوج كنعرفوا به. منتوج كسكس الخماسي كيتكون من خمسة فيه الذرة وفيه القمح وفيه الشعير الصلب وفيه الشعير المحمى وفيه الطحين العادي. منتوج تقليدي كنعرفوا بالمنتوج ديالنا وكنعرفوا بالمرأة وبالخدمة ديال المرأة. هذه أول مشاركة ديالي في معرض باريس الدولي للفلاحة. جيت نقدم المنتوج المغربي اللي هو التمر. حنايا معروفين بالتمور، عندنا بزاف الأنواع ديال التمر. جينا نعرفوهم بالمنتوج المغربي ونستقبلوا المستهلك الفرنسي. حاليا يعني كاين الناس اللي باقا كتعرف، كاين اللي عمرو شافوا ولا اللي عمرو ذاقوا. الحمد لله كاين الناس اللي شراو، بصح الاغلبيه يعني العرب ولا الناس على حساب رمضان، كاين اللي جا خذ التمر. تنعملوا على تثمين منتوجات الفلاحيه، بدينا بتثمين فاكهه التفاح بحكم وفره المنتوج بالجماعه ديالنا. اجتمعنا حنا نساء المنطقه درنا خدمنا على خل التفاح كبدايه للمشروع ديالنا، والحمد لله قدرنا ننتجوا خل التفاح طبيعي وحاولنا نسمو باش نزيدوا في لي برودوي ديالنا. نسمناه بالزعتر باليازير بالكمون وان شاء الله نطمحوا لمنتوجات اخرى. وهذه بادره طيبه بالنسبه للوكاله الفلاحيه اللي تساعدنا كتعاونيات على ترويج وتسويق المنتوجات الفلاحيه على الصعيد الدولي والوطني كذلك. Oui, je me suis arrêté au pavillon marocain parce qu'il est très, très accueillant, très sympathique, très attirant. Et comme j'aime beaucoup les amandes, donc bah, je me suis arrêté. Oui, on est allé trois fois à Marrakech. Donc on connaît un petit peu le pays. On est allé sur Essaouira, puis on a visité un petit peu toute la région. اليوم كنعرض من بين المنتوجات ديال التعاونيه ديالنا هي الزعفران الحر ديال تاليوين. هو زعفران سيرتيفي اونسا وعندو لاوبين ديالو. حنا التعاونيه ديالنا كتعمل مع النساء القرويات، تنخدمو في اطار التمكين الاقتصادي للنساء في وضعيات هشاشه. حنا التعاونيه ديالنا عندها بزاف الابعاد الاجتماعيه، من بينها تشجيع المراه القرويه على الاستثمار وتشجيع ديالها على تمدرس الفتاه القرويه، وكنساهموا في محاربه اثار الجفاف والتغيرات المناخيه. صح اليوم يلا جا عندنا واحد فرنساوي هو منتج ديال الزعفران في فرنسا، فرنساوي هو قال لك تينتج 450 غرام، وجا قال لك تعجب لي الزعفران ديالو، ملي قارنوا مع الزعفران ديالنا لقى الكاليتي ديالنا احسن من ديالو، وبغى يجيب ياخذ عندنا الزعفران. Voilà, l'huile d'argan naturelle, parce que j'en suis très contente. Mon mari va souvent à Benimenal,
Là-bas. Oui, il dort bien là. Ça faisait un mois et demi qu'il était là-bas. Il ne me l'a pas ramené, alors du coup, j'ai acheté. Donc, parti au Maroc cette année, je n'ai pas été. Il est parti un mois et demi, il vole là-bas. D'accord. Oui, c'était très bien, les produits. J'en suis très contente et j'en achète tout le temps.